بلاش كمان بتوع الحرب الإلكترونية. مالها؟ هيشوشروا يا أخوي على سمعتي. العسل العسل. إيه؟ يخرب بيت العنف اللي أنت فيه. يا ولية أنا عملت عنف. والله أنت عنيف قوي، طبقت المقصات. ولذلك مريم من هنا ورايحة حريصة قوي في الملفات. أنت اسمك مريم؟ أيوة. عاشت تلسامي يا مريم. أنا عندي بنت شبك بس مش عايشة معايا، عايشة في الحبشة. ليه بتشتغل هناك يعني؟ لا فاشر، دي في سجن النساء بتاع الحبشة. بصي انا دلوقتي داخلة على ملف اهو. بصي ايه ده؟ ايه يا وليه الخلاعة اللي انت فيها دي؟ دي مش خلاعة يا عيني. امال ده ايه؟ ده فجر يا حسني. مرة واحدة؟ يعني بسم الله ما شاء الله، فجر وديسكو ولومباجو وعرق نساء. وان شاء الله في 11 هيجيني التهاب المفاصل. وليه الافضل العيني؟ انت بتبشري على نفسك ليه؟ ده انا حاجزة ودفع عربون لالتهاب المفاصل. هيجيبهولي من لندن. اشمعنى؟ بيقولوا بتاع لندن حلو قوي يا قاسم، يخلي الواحده مننا تطرقع وهي اشيكا شيكا شيكا شيكا. ممكن تطرقعي بعيد عندنا؟ يلا مع السلامه. يلا يلا امشي امشي بقى. يا طنط مالك؟ انا طنط؟ من ساعه ما شفتيني وانت مقهوره مفروسه مالك. يا الحلاوه دي بايديا، دي بتاعت ربنا يا عيني. اصلك احلى مني. طبعا مادونا بتتحرك قدامي. مادونا؟ تعالى انا وانت نقف قدام مرايه واحده ونشوف مين اللي هيتف على نفسه الاول. تعالى. ولا انا ولا انت، المرايه هي اللي هتف. يلا هتف علينا احنا الاثنين. يلا 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 مع السلامه. باي 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 باي. اقف عندك يا عيني. انت مالك؟ محدش هيتحرك من هنا قبل لما يجي بسلامته الوكيل. يادي الوكيل ويسدد الدين اللي عليه ودينا فلوس. قلنا لكم مش موجود، لما يجي هنبعتها لكم. يا ريته كان هنا واتضرب بالنار وخلصنا منه. انت ما عندكش دم؟ لا. ايه ده؟ عيب عليك، انت الكبير بتاعنا. عيب عيب عليك يا معقد. انت على فكره يا باشمهندس الوكيل ده مش نصاب. لا لا خدها مني. بتدافع عني ليه يا ماما؟ هو فيه؟ هو بس ظروف وحشه. انت تعرفيه منين؟ انت مالك عارفه منين؟ لما كلمك تبصي لي انا. الله اكبر. انت هتعدي بره في ايه؟ اوعى حد فيكم يقرب من الوكيل. الوكيل ده الكبير بتاعنا، ده السند، العون، الحماية، ده ملجأنا وقت الشدة. وإذا كانت على الديون اللي عليه دي فإحنا كلنا جزء كبير قوي منها. عندك حق يا مريم، يا ريت كان معايا فلوس يا وكيل وأنا كنت اديتك وسددت ديونك. بس للأسف أنا مستعمر. خالد أنا عايز حد يتبناني عشان ما ترغيش كتير. اعمل معروف يا خالد. والله لو اتقلبت قلت له الأربعة جنيهات هصرفها. حرام عليك يا راجل، حرام عليك أنت. ده الكبير. الكبير عليك أنت. خالد يعني وكيل نيابة؟ إيه الوكيل الوكيل اللي طالعين بيه السمد؟ أنا مش فاهم يا أخي. طب ما أنا قدامك أهو، ما ينفعش كبير عيلة؟ لا. ما ينفعش رئيس يا مدام؟ لا. ما ينفعش زعيم يا أنسة؟ لا. ما ينفعش أي حاجة؟ ما ينفعش أضربه بالنار قدام عينيكم؟ اخرس، ما تقولش كده على الوكيل. إيه يا وكيل ساكت ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ كرم أخلاقي. تاريخي الطويل معاكم وتحمل مسؤوليتكم يمنعنا نرد على واد حاقد بالطريقه دي. يعني اكلت ولا نقتلك؟ اقتل. لا، شيل ايدك من على الزناد وحطها في مناخيرك يا فحل يا بعير. مريم عندها حق، وانا ساعه الجد الجد الحقيقي لازم اقف وقفه رجاله، عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله. وريني وقفه الرجاله. اجري. انا هدفع جزء من ديون الوكيل. هدفع جزء من ديون الوكيل ليه؟ عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله وما لناش دعوه بالنسوان. وروني وقفه النسوان. ينيرك لسه هلم تاني. ادي شيك اهو، همضيه لكم وتروحوا تصرفوه. تروحوا تصرفوه عشان انتوا عيال. طول عمرنا بني ادمين بنحس ببعض، ما احناش كلاب ولا حمير. وروني وقفه الكلاب. سامع هاس يا كل العالم يا كل الناس. انا يعني هند يعني هدفع يعني هدفع يعني من ديون يعني الوكيل يعني. وسمعني سلام للوكيل وللشيك بتاع حلمي. تتلالا لا تتلالا لا تتلالا لا تتلالا لا تتلالا. مبسوط مني؟ فضحتي امي. وانت عشان سالفين قرشين لازم تديهم لي بفرح. اه طبعا لازم الناس تعرف. لا تعرف ترميهم في حجر العروسه. ايوه بس عارفه يا بنت هند، وربنا في النهايه واقف الجدعانه مني. لو احنا يا اولاد العم واقفين جنب بعض وقفات الجدعانه دي ما حدش في العالم كله يقدر علينا. سيبيه سيبيه انا مش عايز اسمع. سيبيه بوك ربنا يهديه. يلا 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 انتوا كمان خدوا فلوسكم مع السلامه بقى. انتوا عنواننا لو سمحتوا. جاتكم نيله. فاضي يا اسطى؟ تحت الرابع. ماشي وكيل. ماشي وكيل. او كده يا وكيل اضحك ولا يهمك. تعال افرجك بقى انا اشتريت ايه. لسه بصرف فلوسك على الخرده؟ لا هتعجبك قوي. بص لا النحيه دي النحيه دي لو جدع بقى تقول دي ايه دي. اه
فرشة سنان. لا. ايه دي؟ دي كاميرا. بتصور دي؟ اه صورنا كلنا مع بعض يلا. بكام دي؟ دي بنص مليون جنيه بقى. يا لهوي. في ايه؟ يا لهوي عليكي وعلى العبط اللي انت عايشه فيه يا هند. ليه عملت ايه؟ يا بنتي فلوسك حرام عليكي. صحيح انت ما بتعبيش فيها وبتلاقيها في الارض بس خليها تصعب عليك. ادي ولاد عمك المحتاجين لك. مريم يا شحاتين ما انا مدياكوا شيك اهو. شيك ايه بس يا هند؟ انت عارف انا جبتها ليه؟ ليه؟ عشان نفرح ونتبسط ونتصور صوره تذكاريه كلنا مع بعض بنحب بعض. يلا انا ومريم. لا 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 عليك يا مريم. انا وانت يا اسف. البنت دي فيها حاجه عجيبه. سيبك منها هنتصور ونغزهم يلا. لا بصي طب هروح اشوفها بس. لا عشان خاطر. طب بس يلا يا هادي اسف. صورنا صورنا. انا وانت وهند. لا في اول مؤتمر بينا نبقى نتصور يا وكيل. طب تعالى بس نتصور احنا الثلاثه. اه صورنا يلا. انا مش هتصور بدي. ها؟ ليه؟ بتطلع صور ابيض واسود دي. طب وفيها ايه؟ ابيض واسود ده انا ابقى تاكسي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ تاكسي اسف. طب تعالي انت يا هند. لا انا هروح احاسب التاكسي بسرعه. تاكسي ايه؟ جاتكم نيلة في خبيكم حتى في الصوره بيختلفوا فيها في الصوره. يلا يا اخي. ايه؟ يا لهوي يا جدعان. ايه الضلمه دي؟ انا نزلت في شراب اسود ولا ايه؟ ايه الكوكب العجيب ده يا رب؟ انا في زحل؟ لا زحل مش ضلمه كده. يبقى انا في عطارد. لا عطارد اتباع، احمد بهجت اشتراها من زمان. امال ايه ده؟ تراب؟ يبقى انا نزلت الارض. اللهم اكفني شر الارض وسكان الارض يا رب. يا رب اكفني شر الزحمه والنشالين والنبي يا رب. يا رب اكفيني شر الدجالين، اهم ناس الدجالين اللي عارفيننا في عيشتنا، اي حد يروح له يقول له عندي مشكله يا سيدنا الشيخ، يقول له تحت امرك يا باشا، نحضر عفريت ويمرمطوا اللي جابونا احنا بقى. ما يعرفش اذا كان العفريت ده نايم، قاعد مع مراته، رجله مكسوره، تعبان، لا انزل نروح نازلين على طول، ويا ريت بننزل على حاجات ليها قيمه، كلها مشاكل تافهه وعبيطه، وكلها من الحريم ما شاء الله، كلها. واحدة تروح تقول له يا عم الشيخ قول العفريت بتاعك خطيبي مش طايقاه، شايفاه قرد قدامي، هو شكله أم وحش أصلا، قرد إيه؟ وكل أصحابك قالوا لك ده معفن، خدتيه ليه؟ وإحنا مالنا؟ واحدة تقول له يا مولانا قول العفريت بتاعك شقتي بيحصل فيها حاجات غريبة، البياض بيقع لوحده، وأنا نقاشة وليا نازل لك. بياض إيه؟ وواحدة تقول له يا عم الشيخ كل يوم أصحى الصبح ألاقي وشي مبلول، مش عارفة من إيه، أروح أقعد جنبها أشوف إيه اللي بيبل وشها، أتاري جوزها طول الليل يتفرج على الدش، يقول يا سلام هي دي النسوان مش أنت، تفوق عليها. يا أهل المكان يابا رميتوني فين يا ناس؟ أنا حضر أبويا روحنا. يابا هو يابا هو هنا هو هنا هو. عايزيه عايزيه عايزيه. والنبي سامحه اروحه؟ لا او ما تبقاش رخموه. قلت لك لا او. طب ورحمه عمته اختكو؟ لا او. ربنا ياخد سته وجده من بقك لباب السموه. يا اهل المكان من انس او جان خدوا الامان. يا ستار ايه اللي طلع من الكاميرا ده؟ يكونش فيلم قديم محروق. يا جدعان مفيش حد هنا. يا نهار اسود هم لسه بيعبدوا الاصنام لحد النهارده؟ ايه ده؟ لا دي نسوان. الله نسوان الارض. ايه ده؟ ما نسوان الارض نشفت ليه كده؟ قال يقول لك الارض مليانه مزز. مزز ايه وكسة ايه؟ يا حول الله يا رب دي نسوان الارض نشفت يا اختي. يا خرابي يا اختي ما بقولش حاجه يا حول الله يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ ده راجل مختلف.
كوكب الارض هي النسوان نشفت والرجاله تريد يا ابويا. تعال تعال انت عفريت. ام الجزمه برقبه واقفه قدامك. تعال ولاد عمي. الله ولاد انت خايف او النبي يابا انا كبرت وبقيت بخوف يابا. خد يابا والنبي تزيد غمض عينك فتح يابا انا بلغت يابا. خد يابا تعال هكسرك لسه محور هكسرك سيبوه. تعال هنا تعال. انا اسعى اول مره يطلع لي عفريت. انا اول مره يطلع لي راجل. طب غمض عينك فتح انت هتقرفني. سيبوه تعال النبي 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 على اديك مناخيرك. تعال مين اللي داس على الزرار وطلعني من الكاميرا غصب عني وربنا. مين؟ انا غصب عني انا. انت وخايف يا عبيط. ده انت تشكر ربنا ده انا هبقى خدامك هعمل كده احقق لك اللي بتحلم بيه. بس قول لي انا نزلت فين في كوكب الارض؟ في مصر حياه ابوك او ربنا. اللهم لك الحمد نزلت بلد الامن والامان. ما تتصورش يا وكيل كلنا العفاريت فوق بنحلم ننزل مصر دي امله ليا ثلاثه قرايب نزلوا الصومال طالع عين اللي خلفوه. لا اكل ولا شرب مرمطه وبيجيبوهم في الاخبار عريانين بلبوصه يا عيني والله. وابن عمتي راح السودان بقاله سنه دماغه محشوره في الخرطوم مش عارفين يجيبه تاه في الخرطوم. طب حد ينفخ من الناحيه الثانيه. واحد غبي نفخ جامد اتنطر على الحبشه راح الواد. والنبي انا في مصر. والله مصر يا سيدي وربنا. فين الاهرامات؟ الاهرامات ايه؟ فين النيل؟ اهو النيل. تعال هنا هجيب لك تعال نروح اوريك النيل. اوعدك طالما في مصر كل طلباتك هتتحقق الا طلبين ماليش فيهم يا عبد الله. ايه هم؟ لا الصحه ولا النسكافيه. اتفقنا؟ نسكافيه؟ الساحة دي مش بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. والنسكافيه هتقرفني بقى هتقعد تقول لي دعكولي شويه فين المج وانا مش اهواجي. انا ما بحبش النسكافيه. اوعى تهزقني. ما بحبش النسكافيه. انا ابن ناس فوق وانا ابن كلب تحت. اتفقنا؟ تعالى بقى اجيب لك ايه؟ اجيب لك فرنسا تلعب فيها شويه؟ انا ما بعرفش اتكلم فرنسي. تعالى اوديك الصومال. عاوز تطلعني بلبوصه في الاخبار؟ يا وكيل انا عايز اوريك قدراتي واطير بيك. انت ايه اللي دخلك الكاميرا؟ ابويا غضب عليا ورماني سنين وايام وانت اللي طلعتني عشان كده انا لازم ابقى خدامك. انت لطيف قوي يا الله يفتح عليك. اسمك ايه؟ عفرت. عاشت لسامي يا عفرت. الله يخليك. وامي اسمها عفرت. عفرت؟ عفرت عفرت. ومدام عفرت عفرت انك جاي عندنا. انت هتخف دمك على امي شكلك. لا والله ربنا هتستظرف على امي شويه. لا والله وابويا اسمه عفارت. عفارت عليك وعلى الخلفيه. انا حبيتك ابن عمتي اهو. مالك ده عفريت قريبي ما تخافش. ده عفريت زي ما الكتالوج قال. طب سلم عليه سلم عليه. طب بوس عمه. بوس بوس عمه ايه العفريت الاهبل ده؟ خلاص انت نزلت فين؟ انا جنبك هنا في العجوزه. في العجوزه؟ لو قصت هنبدأ. الف مبروك هجي لك العجوزه. مع السلامه. هو نزل فين؟ نزل في العجوزه واحد قريبه هيشغله في نعمه. نعمه؟ ايوه جاي له عقد هناك. هو في العجوزه وانا في الزمالك. شغالين على وسط البلد اليومين دول. دي حركه يا وكيل. بقول لك ايه ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ نعم. انا بقالي كتير محبوس في الكاميرا ممكن تدعك لي ظهري. ممكن بس ما تجيبش قريبك ده تاني. مفيش عفريت يمسك طول ما انا معاك. طيب بس انا جامد. طيب يلا تعالى ادعك لي ظهري كله والنبي يا عم وكيل. يلا حبيبي يلا. يلا 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 بابا. اسمك عفرت؟ عفرت احمد عبد اللطيف. يلا حبيبي. عفروت احمد عبد اللطيف. ده الاسم الثلاثي. لا ده بتاعي واحد. يلا حبيبي عفروت احمد. يلا ظهري كله والنبي. يلا هات ظهرك يا احمد يا عبد اللطيف. طب ما ظهري اهو. لا ظهرك. ظهري اهو. لا ده دراعك. ده عندكم انتوا بيضحكوا عليكم يا عبتي. يلا يلا ده حتى من غير سلسله. احنا الدفعه الجديده نازله من غير سلاسل يا وكيل. 14 عفريت بيجربوكوا. يلا قوم النبي. يلا حبيبي. ايوه هو ده. ايوه الله رقبتي. انت مجنون ولا ايه؟ ليه طيب؟ مش انتوا ضهركم فوقيه الرقبه؟ زيكم بالظبط؟ يلا والنبي يلا يلا. وشي لسه شارح لك. انا اول مره اشتغل في جسم ملخبط بالطريقه دي. اديني شارح. انا عارف لك راس من رجلين. انا هفهمك والنبي. ظهري اللي في النص. اشتغل هنا؟ ايوه هنا. حاضر. ايوه اتك شويه. ايوه الله يفتح عليك الواحد جسمه فك. الله عارف. ايه يا عم وكيل؟ جريت ليه مالك؟
في عربية زلط قلبت هنا. عربية يا راجل تعال. بص بص سلم عليه بقى. غربتك الراجل مات. الراجل ايه يا وكيل؟ انت شفت عفريت قدامك؟ امال يعني شفت هيثم؟ معلش معلش اتكل على الله يا وكيل، احنا بنجمد قلبك عشان ياما ضيوفه تنزل. لا ما بجيبش حد تاني عفرنته. خلاص انا اسف. تعال يلا امرني اعمل لك ايه. يلا قول اللي انتوا بتقولوها دي. اللي هي ايه؟ اول ما بتطلعوا البني ادم مش بتقولوا شبيك شبيك عبدك ما بيني هو تنزل لك طرزان؟ ايه ده شبيك؟ ايه شبيك شبيك اللي بتقولوها يا دين النبي؟ ده انت قديم قوي يا وكيل. ليه؟ دي اتلغت من زمان. لغيت الشبيك شبيك؟ دي كانت ستي بتحكيها لنا احنا عفاريت صغننه كده. والله اتلغت. لغيتوها دلوقتي ما بننزل على بني ادم نقول له انجعس واتمنظر اؤمر واتقنعر. ايه رايك؟ طب والله احلى من شبيك شبيك. صح صح. يلا واحده انجعس. طب والنبي اديني واحده انجعس بس. لقمه جعان جعان والنبي. اي لقمه جعان؟ اه والنبي. طب ما كانتش في القطر وانت جاي ليه؟ والنبي جعان جعان. حاضر اشوف لك حاجه في الثلاجه. لا استنى. هاي 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 كانت التلاجة بالقعدة بتاعتها. دايما عامر يا وكيل اكل زي ايه ده؟ ايه؟ ابعد شوية. في ايه؟ هبولة. طب الحمام قريب. لا مش دي هبولة. لا عشان ما تعملش ايه بقول لك هبولة. ابعد ابعد يا ما صحة يا عفروتو. الحمد لله الحمد لله. مين بينازع جواك ده؟ دي بطني انا. تعالى تعالى ممكن كوباية شاي؟ اجيب لك كوباية شاي. اقول لحضرتك حاجة؟ انتوا عندكم سخان هنا؟ اه 100 لتر. 100؟ يا فرج الله. ايه ايه استنى. ايه 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 فين السخان؟ البانيو حجمه مش قد معدته ابدا. شاكرين على الشاي يا عم وكيل زي الفل. يا ساتر يا رب. في ايه؟ هبولة. هتبولة انا اعمل ايه؟ هبولة. الا يا هبولة. صحة يا عفروت. انت بلع خلاط؟ خلاط ايه؟ ايه اللي بيقلب جوه ده؟ انا بلعت التلاجة والسخان. ايوه. ايه؟ عفروت عمر. والناس بالتلاجة والسخان اللي كلتهم يا حبيبي. اه تجيب لي غيرهم اسئلة واولاد عامل شغل. طب انا عارضة ذمتك. شغل فيهم. في واحد يطلع له عفريت يقول له تلاجة وسخان، انت موظف. ايه لا ده؟ لا ما اقصدش. لا في ايه؟ تليفون؟ تليفون ايه؟ هو ده المحمول بتاعكم؟ اه ده ماركة فوشيا؟ الو الو هيا حاجة امي بتطمن عليا. يعني جاي رحلة؟ يعني انت عاملة ايه؟ انا في مصر. التليفون ده بتاعك يا وكيل؟ ايوه. شكله حلو قوي. بقول لك ايه يا امي؟ اقفلي وانا هكلمك عشان الفواتير. ها؟ اقفلي. الو يا نهار اسود الشبكة زبالة فوق. انتوا كمان؟ والله ممكن اكلم من تليفونك؟ لا لا اطلب من ده. لا ده باص خلاص. ليه هو مرة ويترمي؟ والنبي دقيقتين. ده ما يستحملش. هطمن على الحاج. الكارت بتاعه ما يستحملش. شاكر قوي. الو هاي يا ام عاملة ايه؟ نزلت قلت نايمة ما حبيتش اقلقك. خلص خلص لو سمحت. انت لسه هتقول لها نايمة وصاحية. خلص خلي فيه ذوق. تكرر دقيقة. هاي يا حبيبتي اقمري. يلا خلص. بقول لك خلي فيه ذوق خلي فيه ذوق. عشان ما اقلبش عليك. ايوه حاجة. أصل انا عاوز اروح ابولا. دي واحده اماري كحلي. بقول لك ايه وكيل؟ نعم. عندكم محل بيبيع عبايات شيك كده؟ يامك عاوز تعمل شوبينج عندنا؟ وانت مالك يا امي؟ والله امك. امك انت بس خلص. حاضر. ايوه حبيبتي حاضر. ايه؟ لا فلوس ايه؟ انا لسه مش اشتغلتش والله. ما معاك. طب خلاص هتصرف. هستلف من الكفيل اللي نزلت عنده. راجل طيب قوي. كفيل ايه؟ كفيل ايه يا اخويا؟ هو انا كنت بعت لك تاشيره؟ ده انت نازل عليا زي القضل مستعجل. وخلص التليفون. بكلم امي. امي وده تليفون امي. امي انا عارف انت جاي منين والدقيقه لغايه عندكم بكام. يا وكيل الو هيا حاجه. ايه ده جرس الباب اتصلح؟ طب افتح افتح. انت لسه هتستناها لما تفتح الباب؟ شوف مين داخل على امي الوليه بطولها يا وكيل. يعني حد هيأذيها؟ انت ممكن تاكل اي حد. الو انت فين يا بنت صايع بقالك اسبوع؟ مين دي؟ سهير اختي. اختك اسمها سهير؟ سهير. ايه فين يا ست سهير؟ ايه ده؟ ايه الاحراج؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتحرجني قدام عيلتي يا وكيل. ايه اخره الخدمه اللي عملتها؟ ايه هتبولق؟ لا حاجه تانيه. امال ايه؟ ما انت نازل تبولق وطالع. يا بابا يرحمك الله يا عفروتو. ايه وكيل تعالى مالك؟ انا بقول استنى بره لغايه ما تنضف خالص ونقعد مع بعض. شكلياه. يلا عشان اسعدك بقى. لا التليفون الحمد لله. رد بسرعه يلا.
الحمد لله لسه شغال. الو مين؟ عفروتو مين؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ اديت نمرتي لحد؟ ايه؟ يا خلاص ترشت؟ اديت نمرتي لحد؟ لا تلاقي النمرة طلعت لأمي اديتها لحد من أصحابي. شوف مين؟ ما فيش أمك تتصرف من مزاجها ليه؟ أنا آسف. شوف مين طيب؟ شوف مين؟ أشوف إيه؟ هي مسألة شوف مين؟ معلش شوف مسألة إن التليفون اتعفرت كده. ما تخافش أصلحهولك، بس شوف مين؟ شوف مين؟ مين بيتكلم؟ مين؟ عزراء قوت. كيلو كيلو قوله بيتغدى، قوله كلمه بعد شويه. هو انا خلاص بقيت شغال عند اهلك؟ والواد ده والنبي انا واخد منه خلاط بالقسط وبقالي 3 شهور ما دفعتش. يا لهوي واخد خلاط بالقسط ونازل تسعدني. حياتي الشخصيه حاجه وشغلي حاجه. والنبي يا وكيل ها والنبي اعمل ايه؟ قوله راح لحسن. قوله راح لحسن. حسن مين؟ قوله اي حاجه. والنبي يا اخ عزراء قوت ما تطلبش النمره ايه تاني، مفيش حد بالاسم ده عندنا. وادي التليفون. حصل خير، حصل خير. تعال تعال اقعد بقى عشان ايه نبدا السعاده. ايوه هتقولي ايوه ايوه اسمه الوكيل مصري ولا يعني من بوركينا فاسو؟ انا مش عايز غلبة. مصري؟ ايوه مصري. بص قدام مصري. امك عايشه؟ ماتت. ابوك عايش؟ مات. حد من خلانك عمامك عايشين؟ ماتوا. في حد تعرفه عايش؟ صدق ماتوا. تحب تروح لهم؟ للنار. امال قاعد لوحدك بتهبط ايه؟ وانت مالك وانت بتصرف عليا قاعد على دماغك؟ لا اللي تحب تهو ده اللي قدرت عليه. تحب تروح لهم؟ تعال اسمع، انا لو كهربت نفسي اروح لهم، ايه اللي مشكله؟ بعد الشر دي بينات روتين. بص قدام. ايوه مجعس وتمنظر أؤمر وتأنعر. نفسك في ايه؟ نفسي؟ نفسي انا نفسي في حاجات كتير كتير قوي، بس انا مش عاوز حاجة لنفسي. مش معنى كده ان انا بنكر ذاتي، لا انا برضو عايز اسدد ديوني، عاوز اصلح اقتصادي. بس دي حاجه كلها مقدور عليها، انا ممكن اعملها. اللي مش قادر عليه هو هم الكبير، ولاد عمي عيلتي الحقيقيه. نفسي اظبطهم اصلحهم اخليهم بني ادمين حقيقيين. ده انا ولاد عمي دول لو اتحدنا مع بعض وكنا واعيين وفاهمين وحابين بعض هنسود العالم كله. هتسود ايه؟ هتهبد ايه؟ ايه الرغي ده كله؟ ليك طلبات واحده واحده. اول طلب صلح لي عيلتي. وانا سباك نازل لك. ما تتكلم عادي اليوم. طب خلاص خلاص هات فلوس وانا اصلحها. عايز فلوس؟ ايوه. ولا اوكيه؟ نعم. انا بعون الله هملى لك القصر ده كله فلوس. هنا دولارات، هنا استرليني، هنا ين ياباني. وحيد العمله كله جنيه سوداني. وحيد الله. عايز حاجه غير الفلوس؟ دولارات. باي باي. دولارات. دولارات. هيملى القصر كله فلوس. السلام عليكم. جبت البنك قافل. بنك ايه؟ البنك بتاعك. واحد قال لي بتقفله من السبت. عامل لك ايه؟ انت مالك ومال البنك يا مؤاخذة؟ راح اجيب لك فلوس والله. انت راح تجيب لي قرض من البنك؟ كاش بس قافل. مش انت عفريت برضه؟ وابو العفاريت يعني تدخل من الحيط تطلع من الارض تنزل من السقف. فكرت اكسر البنك بس خفت عليك. وخفت عليا انا ليه؟ يا ابني انتوا هنا عندكم بوليس ونيابه. يا عم انت مالك ومال البوليس والنيابه؟ قال لي وانا مالي؟ ما انا لو اتمسكت في التحقيق مع اول قفا اقول اسمك. انا هو انا نازل اتحبس عندكم؟ ايه العفريت العايل اللي طلع لي ده؟ انت عاجب سيرت انا؟ يا عم افهم، لو جات لك ثروه والبنك قافل كل الناس تشك فيه. تعال ننام ونصحى براحتنا اجيب لك اللي انت عايزه. فكر فيها. فكر، ده سواد الليل. مش متظبطه في دماغي بس من هنا لبكره مش هتفرق. طب هننام على طول ولا نلعب اي حاجه بقى؟ احب اجيب كوتشينه لسعادتك اسليك. تعالى اوريك لعب العفاريت. إيه؟ بقى إيه؟ اقعد تعالى. ولو كيت نعم. في حد في اصحابك طار في السماء قبل كده؟ ها؟ فوق. ايوه انا هاخدك دلوقتي اطير بيك. لا يا عم يا جدع تقول عم مين؟ دي شغلتي الاساسيه فوق. ما تخافش، هي رحله حلوه بس ممكن أعرف. والله ما تخاف، بس خد عليك حاجه تقيله عشان الدنيا برد. يلا اوعى منك والنبي دفي نفسك. بس اوعى منك. ما تخافش. ايوه اطلع. ايه المنظر ده؟ انا واخد سفراجي معايا. القرف ده، انت طالع تحلق دقنك عندنا فوق؟
يا سلام شكلك وحش. طب اعمل ايه؟ لفها كويس عشان الدنيا برد. برد برد يا ايوه ايوه اطلع يا ابني. هو انا طالع انا امي؟ اوعى سيب دي. هات ايدك هات ايدك. ايوه السلام عليكم. واو لو سمحت. مين واو ده؟ واو ده المدير اللي بيخلص كل حاجه. لا والله. واو اه قول له عفروت. اه مساء الخير يا واو. انا جاي انا واحد صاحبي راجل طيب قوي يا واو. مساء الخير يا سي واو. ايه الغلاسه دي؟ اوعى تتكلم يأذوك. ايوه واو الراجل ده اكرمني عايزين نرد له الواجب بقى. اه بتشرب ميه نار؟ أيوة. كاسين خلي النار لوحدها. ايه اللي انت ما بتشربش حاجات دي يا سي واو؟ طب قول يا راجل. طب بقول لك ايه وضب له عشا. طب بتاكل حمير؟ ايوه حمارين. لا لا حمارين. لا انت بتجيب الحاجات دي منين؟ لا اول ما توصل لازم تاكل حمارين. لازم لازم. خلاص يا سي واو اكل واحد واركب واحد. بقول لك ايه واو شكله صاحب مزاج اعمل لنا سهره من بتوعك بقى. انت بتتكلم بجد؟ ايه ده انت محظوظ قوي. قال لك ايه والنبي؟ تعرف واو هيسهرك فين؟ فين؟ في الاوزون وهيعمل لك ترابيزه على الخرم بالظبط. هتسهر في خرم الاوزون اللي بتشوفوه في النشره. شاكرين يا سي واو قوي شاكرين قوي قوي قوي. ان شاء الله مردود لك اول ما تزورني هشوف لك اكبر خرم احطك فيه. والله ما هسيبك من غير خرم خالص. انت هتنورنا في خرم الاوزون. بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي سي واو يشوف لنا بنتين حلوين يسهروا معانا على الترابيزه اللي في الخرم. خلي نيتك حلوه بدل ما نولع في السكه احنا على سفر. شكلك صايع ها؟ ايوه ايوه واو ايوه جايين شخصين. اه كام؟ عين هات 300 جنيه يا استاذ وكيل. يا حاج وكيل. ايوه 300 جنيه لو تكرمت. اللي هما بتوع ايه دول؟ رسمة طلوع هو خرم الاوزون ده بتاع جوز اختك. هو مش سي واو عازمنا؟ لا سامح لك. لا عازم يا سي واو مساء الخير. ايه ده؟ هات يا 300 جنيه. ايوه بس كفايه 100. هو انا موديك القناطر هات. خلاص. كام دول؟ دول 500. حلوين. ده كل اللي حلمتي. ما انا هصرف عليك في السكه مش هريح في طنطا تشرب. طنطا.